اللي خلى غداته لعشاته ما تشفات فيه عداته، او اللي خلى غداه لعشاه ما تشفاو فيه عداه. ونزيدك صيغه اخرى، اللي خلى غداه لعشاه ربي غناه. كلنا متفقين على اهميه الاقتصاد ولا الادخار وتدبير الاستهلاك، هذا هو الحل الوحيد باش تحسن الحاله ديالك الماديه والاجتماعيه وما يشمتوش فيك العديان ديالك، حيت راه اللي ما خيط كساته وما طيب غداته وما حلب شاته موتو احسن من حياته. هادشي اللي كاين. السفيه تينطق غير باللي فيه، كتلقى الشفار حاضي معاك وانت راك ما دايروش في بالك وما ناوي لا تسرقو ولا تدي ليه تغرادو، ولكن هو راد معاك البال وكيظن باللي العباد كلهم لصوص، وكتكون داوي مع شي كوايري على اي موضوع وضروري ما يخشي لك الكره في الهضره. احكي ليه مثلا عن النجاح اللي حققو شي رجل اعمال، غادي يقول لك واش شتي هذا راه هو ميسي ديال لي زافير، المهم الكره وخلاص الى اخره، والامثله كثيره. وشي سكايري الى عمر لك اتاي كيمد لك الكاس ويقول لك شتي هذا الكاس، الى شربتيه راه بحال اللي شربتي الفودكا صاحبي. الدار ضربونا وعبيد بوينا طردونا، هذه مفهومه وعافاكم اللي فايت وقع عليه، ما فيها باس يشاركنا تجربته في شي تعليق. وعلى فكره التعليق في هذه القناه راه فابور بالمجان، هو والاشتراك واللايك والبارطاج. وكنت حالف ما ندوي في هذا الموضوع، ولكن هانا في امي كلاني عاود ثاني. الى مات البو توسد الركبه، والى مات الام توسد العتبه. الموت حق لا نقاش، ممكن يتوفى الاب لا قدر الله، كيف ما ممكن توفى الام. الله يحفظ لكل واحد والديه الا كانوا مازال في الحياه، والى توفاو الله يرحمهم جميعا. لكن يتيم الام كيختلف على يتيم الاب، وهذا الشيء سلم جرب. الى توفى الاب راه الام كدير اللي في جهدها وتحتضن دوك الوليدات وتربيهم وتكبرهم ولو ما عندهاش. والمساله هنا ماشي مساله ماده، هذه غريزه الامومه بكل بساطه. ولكن الى الطفل فقد الام راه غالبا غالبا المراه الثانيه كتهملو في احسن الاحوال، هذا الشيء لما عرضتوش للتعذيب واشياء اخرى. وفين غادي توسد العتبه؟ خارج الدار في الزنقه. حماتي وجه الدلو هي حاره ولدها حلو، المثل فكاهي شي شويه ولكن راه وراه رساله قويه جدا، كتخص العلاقه ما بين العروسه مرت الولد والعدوزه، لان كل وحده فيهم مطلوب منها تجتهد وتعامل الاخرى بالتي هي احسن، وهذا الشيء فيه الصالح للعائله كلها وليهم حتى هما. كثر تعطيني ما تخلي حد يبغيني، ضروره الاعتماد على النفس وتفادي السؤال وذل المساله. راه يعيا اللي يعطي ما يعيا اللي ياخذ كيف كيقولوا، الا الا دعت الضروره فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لانه الله يحسن العوان كاينين الناس اللي اضطرتهم الظروف باش يمدوا يديهم للغير، نسال الله العافيه. دوام الحال من المحال، او ان مع العسر يسرا، لو دامت لمن قبلك لما بقيت لك. اي واحد كيشاهدني في هذه اللحظه وكيعاني من مشاكل وضيق كنقول ليه صبرا، راه الصبر مفتاح الفرج. الرخاء ما دايمش لمواليه كيف ما الشده ما دايماش لمواليها، والدنيا دراعه كل واحد كيلبسها ساعه. حل عينيك قبل الزواج، اما بعد الزواج غير غمضهم. بين قوسين الاخوان هاد الامثال المغربيه راه كتحتمل قراءتين على الاقل، خاصنا نقراو المثل مره اولى ونفهموه، ولكن في نفس الوقت نشوفوا ما بين السطور. وهذا راه واحد من الامثال اللي عندهم عده معاني. اللفظ كيتكلم على الزواج ولكن المعنى عام وكينطبق على اي مشروع في الحياه، وكيقول لك 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. لازم تفكر مزيان قبل ما تقرر، حيث من بعد الزواج خاصك مره تغمض عينيك كنوع من التعايش ولا التنازل باش تخلي الحياه تستمر وتتفادى الاصطدامات اللي ما منها فايده. الحمار مخبي ودنيه برا، والله الا هذا المثال اللي كيقتلني بالضحك. هذا بحال داك خونا اللي كيدير شي فعيل ماشي، هما هذوك كيظن باللي راه مخبي ولكن تراقبه عين الله التي لا تنام. شي موظف كيختالس بطريقته الخاصه وكاتم السر، وفي نفس الوقت كتلقى المجتمع كله سايق ليه الخبر. باش كتاكل الشوكة عمي جمل باللسان الحلو، يمكن كيعني الكلام الطيب اللي به كتحل مشاكل المشبكه، ويمكن نفهمو منه حسن التدبير والتصرف العقلاني. العروسه فوق الكرسي، ما عرفتي فين ترسي. القدر باختصار، كل شيء بمشيئه الله، ولو تبان لك الامور غاديه في واحد الاتجاه معين
ممكن في أي لحظة ينزل أمر الله ويغير الصورة من النقيض إلى النقيض. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وماشي حيت العروسة برزات راه ضمنتي لها الذرية والحياة الزوجية السعيدة وطول العمر والصحة والعافية. الله وحده أعلم بما قد تؤول إليه الأمور بعد أقل من ثانية. الوجه المشروك عمره ما يتنقى. واحد يقول نغسلوه بالماء ولا شيء غير الماء، والاخر يقول لما درنا الصابون ما كيتسماش غسيل، وفي الاخر باش يرتاحوا بجوج كيقول لي عرفتي شي يجيك مليح خليه بلا غسيل.